أعزائي متابعي موقع تحيا مصر، بنرحب بيكم. معكم مريم بشير من داخل دمنهور بمحافظة البحيرة. معانا النهاردة الحاجة فوزية، ابنها بيهددها بالقتل وبيقول لها انت عايشة ليه لحد دلوقتي، ده اللي زيك ماتوا. اهلا بك يا حاجة. اهلا بحضرتك. قوليلنا بقى الموضوع ابتدى ازاي. دلوقتي انا ما بصيت لقيته بيختلق المشاكل معايا، وبعدين ايه ما حصلش اي حاجة، ما حصلش اي يعني خلاف بيني، الا ان هو طول عمره بيعمل خلافات معايا، بس انا كنت بنسامحه، ودي ده تمن التسامح اللي انا سامحته له. فبعدين في يوم من الايام نازل بدون اي سبب يقول لي انت بيكسر الباب علي، بيزق الباب جامد جامد جامد، كسر هو وابنه. هو عايش معاكي هنا في نفس أيوة البيت؟ ايوه، في الدور الخامس، والبيت انا املك فيه يعني، ومسكناه معايا هو، وانا ساكنه في اول دور وهو في خامس دور. وبعدين بصيت لقيته نازل، مراته زي ما تقولي شيطته بكلمه ولا حاجه، نزل خبط الباب، هبد هبد هب، وفش الباب علي. انا كنت قاعده مع ابني، مع كانت بنتي بره، وهي وابنها، وما فيش معاهم غير معايا غير البنت الصغيره 11 سنه. دي حفيدتك؟ حفيدتي، بنتي. وبعدين ايه، افتحي الباب، انا جاي نقتلك، انا جاي نقتلك. ده ابنك؟ انت عايشه ليه؟ ده ابنك؟ ايوه ابني. من غير اي سبب؟ بدون اي سبب. هو كان عامل مشاكل معايا، وانا كنت مخصماه ليا 8 سنين، ما بكلمهوش خالص. يعني هو طول عمره بيعمل المشاكل دي، ويعمل المشاكل مع الناس، وعامل مشاكل معايا. وبعدين ده من صغره كده، من صغره، وعايز مني الفلوس اللي تجيلنا ياخدها هو، يا كده يا 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 يتضايق علينا، يسرق مننا الحاجات وياخد مننا نجفة هو اللي خلعها، كرسي هو اللي واخده، أي حاجة، سجادة يروح واخد، يعني كل الحاجات دي. فبعدين أنا يعني قلت له، اجتنبته وأنا داريت عليه كتير، داريت عليه كتير، وعمل غلط كتير وداريت عليه، والله داريت عليه. وبعدين ادي النتيجه، ان هو جه نزل قال لي انا عايز نقتلك، انت عايشه ليه في الدنيا، اللي زيك كلهم ماتوا، واللي قبلك ماتوا، واللي بعدك ماتوا. انا ليا اخت اصغر مني توفت يعني، وواحده انت كام سنه يا حاجه؟ نعم، انت كام سنه؟ انا عندي 82 سنه. وبعدين مسك الباب، فشه خالص، لان هو تلبس الباب يعني ليه بابين مش باب واحد، فشه برجليه. هو انا جايه دلوقتي لقيت الباب متكسر خالص خالص خالص. وبعدين هو قبل ما يعمل العمل ده كان هو بيكسر فيه كل يوم شويه، واحنا مش واخدين بالنا. وبعدين عرفنا ان هو يعني واحد شافه وقال لنا، بس بدون ذكر اسماء يعني. واحد من الجيران شافه وهو بيكسر الباب؟ بيكسر الباب، واحد من الجيران شافه. وانت يا حاجه كنت جوه ولا لا؟ واحنا كنا جوه. بس ما حسيتوش بيه وهو لسه بيكسر؟ احنا عشان الشقه كبيره، فايه التكسير والبتاع، ودايما كنت بنام كتير يعني، على طول بيغلبني النوم، لان بناخد ادويه بتخليني ننام كتير. فبعدين كسر الباب عليا، فشته عليا خالص، لغايه ما اتفتح الباب خبطني في عيني دي مورمه لغايه دلوقتي شويه. ده الكلام ده من كذا سنه. وبعدين رحت الشرطه عشان نقول نشتكي، هنعمل ايه؟ انا دلوقتي احنا استعنت بالحراس بتوع مدير الامن، احنا ساكنين قدام استراحه مدير الامن. فبعدين جه واحد منه
سلفني من بين ايديه، يعني ايه هجم عليا كده. كانت البنت راحت استغاثت بالناس من البلكونه، طلع الراجل ده اللي هو المخبر، طلع قال له في ايه في ايه، وراح فك الاشتباك. انت عايشه ليه؟ انا جاي نقتلك، انا جاي نقتلك، انا انت عايشه ليه في الدنيا؟ انت ما انت لازمتك ايه؟ انت مش عارف يعني الكلام ده. وبعدين راح طالع بقى. فانا قلت له ايه الله يسامحك، انت بتعمل فيا ده اهو، انت بكره ابنك ده اهو هيعمل فيك اللي انت بتعمله فيا ده اهو، ولادك هيعملوا فيك اللي انت عملته فيا دي. فبعدين ايه ف لا ما فيش ميه ولا حاجه، مش عايزه ميه ولا حاجه. وبعدين دلوقتي بصيت لقيته ايه، رحت بقى ايه اتجهت للشرطه. والله العظيم المباحث يعني تعاطفت، ويعني ويعني قالت لنا ايوه هنجيبه وبتاع وما تزعليش والكلام ده، هونت عليا وقالت لي ما تزعليش وبتاع. وكنا في يناير وفي عز الدنيا تهل، وانا ما بستحملش البتاع عشان انا عندي الغده نشطه مخلياني احسب البروده جامد. فبقيت في عز التلج ننزل يعني اتنين مسندين عشان ننزل التلج، ونطلع هناك للادوار العاليه. والله العظيم جابولي كرسي وشالوني العساكر طلعوني فوق، واقسم بالله العلي العظيم مرة واثنين وثلاثة. أنا رحت النيابة ست مرات نروح النيابة علشان الشكاوي اللي هم بيقدموها فيا والمحاضر، ويعني أنا مش عارفة. فأنا والله نعمل إيه في نفسي. نعم مش سامع. وبعدين أيوه. وطبعا هما كان في سرعة طبعا في التحرك. والله أنا بنشكر المباحث في دمنهور على 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 اللي عملوه معانا عشان سرعه التحرك، ونشكر رئيس المباحث بندر دمنهور لسرعه استجابته لعمل لمجيئه للشخص وابنه علشان يشوفوا فيه ايه اللي جرى. ودلوقتي انا بشكر برنامج تحيا مصر على، وبنشكر سيادة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي على 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 أنا بشكر سيادة الرئيس على 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 الحاجات الإنجازات اللي عملها في البلد، وإحنا انتخبناه تاني. وأنا والله أنا كنت عايزة أروح أنتخبه، وأنا ببعث شكوتي دي ليه؟ علشان أنا حق هيضيع، يعني لما واحد زي ده يقتلني بعد العمر ده كله، أنا نعمل إيه؟ أنا بشكيله.
طيب ومراته برضو، انتوا كنتوا بتقولوا ان مراته بتعمل اسحار؟ مراته بتعمل اسحار علشان وكل يوم الباب يتحدث عليه باب مواد كاويه ومواد مش عارفين لها يعني شكل. وبعدين مواد الكاويه دي قدام الباب؟ قدام الباب والله، مادتين كويتين قبل كده عاملين حاطين يعني كبينهم عليهم، وبعدين احنا نمسحوهم ونكب ميه وملح ومش عارف ايه وكلام من ده. طب عرفتوا منين ان ده سحر المعمول؟ جبنا ناس قالوا ده سحر، ده دي اسحار والناس شهدت بكده كلها. وبعدين انا يعني اصلا انا بننسى يعني التفاصيل كلها، بس يعني اللي افتكرته ده وبس، اللي افتكرته ده يعني ايه الحبة اللي افتكرتهم. انما هو طول عمره بيأذي فينا ويأذي فيا وفي اخواته، وعايز يقحم ولادي معاه في الـ يعني هو طول عمره كده، مش ان مراته مثلا هي اللي خلاه يعمل كده؟ لا ده هو كان كويس يعني، كان كويس شوية، انما هي بقى زودته على يعني ايه شحنته بقى من ناحيتنا بشويه حاجات كاذبه والله انا ما عملتها. انا مش هم انا لاولادي لا هم عايزين يعرفوها ولا عايزين يشوفوها ولا حاجه، بتتبلى عليهم. انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه لما واحده الناس بتتبلى على ناس وهم ما عملهاش حاجه؟ احنا قاعدين في حالنا والله، قاعدين في حالنا، ما لنا دعوه باي حد، واحنا ما حدش بيخبط علينا الباب خالص، احنا قاعدين في حالنا ما فيش اي حاجه يعني. والاسحار اللي بتعملها دي يعني شقلبت حياتنا، ما يعني مش عارفين نعيشوا من الاسحار اللي بيقولوها. بيحصل يعني ايه؟ بيحصل لنا مشاكل منه ومن ناس تانية، يعني ايه حالنا مش اللي هو، حالنا مش ما بقاش زي ما كان، يعني مش زي الاول. كل يوم لما يصبح الصبح يحط لنا ميه على الباب، يحط لنا مش عارف ايه. وبعدين الغسيل بتاعنا عمرنا ما نشرنا غسيل في البلكونه، من تحت راسه يجيب المكنسه يفضيها على الغسيل وهو مبلول، ما بنشرش خالص. فرشتنا دي بقالها سنين ما تهوتش، احنا بنفتحه كده داخلي بس، ما حتى مش عارفين تهوي الفرشه. لا والله ولا عارفين والله ابدا، ولا عارفين تنشروا هدوم. اقسم بالله العلي العظيم انا الشغاله جت نقول لها تعمل تحطي السجاده في ارض البلكونه، ما لكيش دعوه ما تطلعيش حاجه خالص، ما المخدات البطاطين كله ما فيش، ما بنهويش حاجه خالص. عشان ايه؟ خايفين بيتحدف عليه. في يوم من الايام فرشت الحاف بتاعي لقيته حارقين نازل، وما في فوقناش غير الدكتور بس. الدكتور ما لهمش دعوه يعني، ما بيعملوش حاجه، وفوقيهم شقه فاضيه وهم اللي اخر دور. فما يعني مين اللي حد عايشين بيأذوا الناس وخلاص، وهو يعني شغلتهم أذية الناس، مش أذيتي أنا لوحدي، أذية الحي كله، هم أذينهم، هم ما بيكلموش حد لعلمك، عشان هم ما يعني إيه، هم محدش بيكلمهم، محدش بيكلمهم، خايفين من بطشهم. طبعا يا حاجة ربنا يعينك، وبإذن الله يعني حقك هيتجاب، وده ابتلاء من ربنا. والله ده ابتلاء، ولازم لازم لا لازم الواحد يصبر عليه. والله العظيم انا ما عملت حاجه في اي حد، يعني الحي كله يحلف لحياتي، يعني اسالوا الجيران كلها، اسالوا الناس كلها اللي حوالينا، ما فيش حد، ما حدش، ما انا ما عملتش حاجه في حد. يطلع لنا الناس دي منين؟ انا مش عارفه. تقلقيش يا حاجه، باذن الله خير، وده ابتلاء من عند ربنا. والله أنا